بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم طلابنا الأعزاء، وحياكم الله في محاضرة جديدة، في دورة جديدة من دورات تعلم اللغة الإنجليزية لقسام اللغة الإنجليزية في مادة الصوت كتاب English Phonetics and Phonology. هذا الكتاب إن شاء الله اللي راح ندرسه، واليوم إحنا بي Chapter 1. أعتقد الصوت واضح للكل طلابنا الأعزاء، أعتقد الصوت واضح للكل، الفيديو واضح، الصوت واضح، يا ريت تجاوبونا. طيب نعم، إذن طلابنا الأعزاء بالشابتر الأول بكتاب الصوت للمرحلة، طبعا هذه الدورة مجانية وراح تنزل الدروس كلها على اليوتيوب. طبعا اكو طلاب يسالون استاذ اكو ماده نحو؟ نعم اكو عندنا دوره نحو، اكو دوره يعني قصه قصيره مسرحيه، نعم توجد عندنا دورات، وايضا بنفس هذا النظام وايضا امتحانات والى اخره، وتنزل درجات عندكم وبالعطله الصيفيه بتهسه، ولكن هذه الدورات تكون اجور رمزيه، يعني انا اعرف احد الاساتذه ياخذ على الكورس 200 دولار، احنا دورتنا بهاي الدورات العامه يعني شيء بسيط جدا، يعني حتى ما يسوى اصلا، فاكو دورات عندنا مدفوعه الثمن واكو عندنا دورات مجانيه. فحياكم الله سواء اللي داخلين يمنا بالدوره المجانيه او اللي داخلين يمنا بالدوره الخاصه، وصدقوني نفس النظام، يعني ماكو فرق، يعني احنا ما نسوي فرق، كلها نظام واحد، لانه بالاخير احنا نريد فائدتكم ان شاء الله. فنبدي اولا بالشابتر الاول، اول تعريف عندنا وهو تعريف الفونيتكس. تعريف الفونيتكس طلابنا الاعزاء، انا اعرف كل زين انه انتم تعانون من هاي المواد، من هاي الماده، ماده الصوت، معاني ما عندك، نطقك مو صحيح، وانت كنت تدرس الكتروني مو ذاك الدراسه المضبوطه، يعني ماكو امتحانات مثل نظام الواقع، بس هنا هذا اللي راح ندرسه احنا صحيح الكتروني، بس لا بفائده جدا جدا، فائده كبيره. ليش؟ احنا عندنا الحمد لله نتائج بفضل الله سبحانه وتعالى، طلاب اللي دخلوا يمنا بالسنين الماضيه اخذوا درجات كلش عاليه. فما أطول عليكم، واليوم راح أبدي بأول تعريف وهو تعريف الفونيتكس، تعريف مهم جدا. راح أقرأ التعريف، كل اللي أريده من عندك لا تكبر، ما أريدك أصير جليندايزر ولا أريدك أصير باباي، الله يرضى عليك، إحنا جايين نتعلم، إحنا ما جايين نبرز عضلاتنا. اللي أقرأ لك التعريف يا ريت تعيده وراي، من أقرأ التعريف، من أقرأ جملة عيدها وراي حتى يتحسن قرايتك صحيحة، حتى من أنت تعرف تقرأ صح راح يصير عليك، من تصير القراية صحيحة راح يصير عليك الحفظ أيسر، من يصير القراية صعبة عليك بعد ما تقدر تحفظها. فراح أقرأ، يا ريت تقرأ وياي. أولا عندنا الفونيتكس، طبعا بدون ما تفتحون مايك، فونيتكس is the scientific study، عيد وياي، is the scientific study of human speech sound. سواء أنا تشوفني هسه على البث على الفيسبوك، انا هسه مسوي بثوث، يعني وين ما كان انت موجود، باي مكان، باي صفحه على اليوتيوب، وين ما كان، اذا انت تتابعني عيد كرر وراي، سواء انا الان او على اليوتيوب بعدين او بعد سنه او بعد سنتين، هسه كرر نطق وراي. لا تقول هذا الشيء عيب، احتمال طريقه ابتدائيه، بس هي طريقه فعاله، اقرا وراي. Is the scientific study of human speech sound. عيدها وياي. Is the scientific study of human speech sound. Of human speech sound. It deals with the physical properties. It deals with the physical properties of sound. It deals with the physical properties of sound. Properties of sound. شنو هو الفونيتكس؟ وهو دراسة العلمية لمادة الصوت، لكلام الإنسان. احنا ندرس الكلام، شلون يطلع، شلون يخرج هذا الصوت، متى الصوت يخرج، ما هي عملية خروجه، كيف يخرج هذا الصوت، هذا نسميه احنا الفونيتكس. ركز لي علي، لان هسه راح اسألك علي مرة ثانية. طيب نجي هسه على الفونولوجي. الفونولوجي هو علم مو مثل الفونيتكس، يختلف شوية. طيب تعريف مالته ركز وياي وعيد بالنطق وياي. Is branch of linguistics. Is a branch of linguistics. عيد بالنطق وياي. Is a branch of linguistics. It is the scientific study of system.
راح اعيد وياه. Is a branch of linguistics. Is a branch of linguistics عفوا. It is the scientific study. عيد وياي. It is the scientific study. الكل رجاءا بالله عليكم الكل يسمعني عيد هسه ولا بعدين. It is the scientific study of system or pattern. Is the scientific study of system or pattern of a speech sound used in particular language or language in general. In a particular محدد language or in language in general. الفونولوجي هو علم الصوتيات واللي يهتم بدراسة النظام الصوتي. يعني شلون نظام صوتي؟ يعني عملية ارتفاع الصوت، انخفاضه، التنغيم، تنغيم الصوت. ما سامع تنغيم الصوت؟ تنغيم الصوت. هذه الأمور كليتها تخص ما موضوع اسمه الفونولوجي. هو الفونولوجي يخص دراسة الأشياء اللي إحنا نقول عليها. طلابنا الأعزاء سدوا المايكرو. زين، العلم اللي يختص بالتنغيم. هسا واحد يقول استاذ شنو يعني تنغيم؟ التنغيم يعني ارتفاع الصوت وانخفاضه، الانتونيشن. يعني مثلا اقول على سبيل المثال، اقول مثلا I am really good، يعني انا كلش زين. مرات اقول really حقا؟ شوف كلمة really اختلف التنغيم مالتها. هو هذا يعني دراسة التنغيم، وهاي سوالف تخص الفونولوجي. اما عملية خروج الصوت والتكلم باللغة الانجليزية، يعني شلون يخرج الصوت، شلون اعضاء الناطق تشتغل، هذا سميه فونيتكس. شلون ارتفاع الصوت، شوية تقريبا الفونيتكس يخص اللسان والفم. الفونولوجي لا، يخص الرموز الصوتية، ارتفاع الصوت، يخص انواع الصوت، هل هذا الصوت هو ثقيل خفيف والى اخره من هذه الامور، هذا يسميه فونولوجي. الفونيتكس بس عنده عملية النطق، شلون يخرج الصوت بس. الفونولوجي لا، شلون الصوت يرتفع ينخفض والى اخره. ناخذ عندنا تعريف الفونيم هنا بالمناسبه. هسه قلت لك انا قبل شوي، قلت لك راح ارجع لك على الفونيتكس بشغله مهمه. هنا يجيك سؤال كمبير، قارن. كمبير بتوين فونيتكس اند فونولوجي، قارن ما بين الفونيتكس والفونولوجي. هذا السؤال يجيك، ركز لي على هذا السؤال، لان هذا السؤال مهم ودائما يجي، كل سنه يجي تقريبا كل الجامعات. هسه راح نجي على تعريف الفونيم. تعريف الفونيم: It is the smallest phonetic unit، وهو اصغر وحده بالصوت، in language that's capable of conveying a distinction in meaning، يعني وهي قادره على يعني احنا شلون نقول قادره على خلق الاختلاف في المعنى. الفونيم هو اصغر كلمه، هو اصغر وحده بالصوت، وهو قادر على انشاء او تغيير المعنى. شلون يعني انشاء؟ يعني اذا انا غيرت الصوت، راح يتغير المعنى. هذا هو المقصود. يعني انا هسه اذا قلت مثلا باك معناها ظهر، اذا قلت باج معناها حقيبه. فعند تغيير الفونيم يتغير المعنى. ممكن يعني انا اسالك سؤال بشكل عام، يعني اقول لك هل الفونيم مينينغفل ام لا، يعني هل الفونيم ذا معنى ام لا، شنو راح يكون جوابك؟ طبعا تقول لي جواب يس، فونيم is meaningful. Why the phoneme? Why we consider phoneme as a meaningful item? ليش نعتبره meaningful? Because when we change, لأن عندما نغير. Because when we change one of the phoneme، من نغير واحد من الفونيم، the meaning will change or the meaning will differ. The meaning will differ، سيختلف. إذن الفونيم هو meaningful. هذا سؤال عام ممكن تنسأل عليه هسه ماجستير بالجامعة وين ما كان، يسألك هل الفونيم meaningful أم لا. Is the phoneme meaningful؟ تقول له yes، the phoneme is meaningful because it can change the meaning. When we change the phoneme, the meaning will change. من نغير المعنى، من غير الفونيم يتغير المعنى.
طيب هسه راح نجي على فد شيء هذا يعني مو كل الجامعات تاخذه اللي هو الفون is the speech segment that possesses a distinct physical. هنا هذا يعني مو كلش ما يعني مو كلش كلش مهم ولكن بعض الجامعات تاخذه كتعريف or perceptual properties and serves as a basic unit of phonetic speech analysis. هو جزء من الكلام يمتلك خصائص فيزيائية أو إدراكية مميزة ويعمل كوحدة أساسية لتحليل الكلام اللفظي. طبعا هو تعريف بعض الجامعات تأخذه وراح ناخذ عليه أمثلة ولكن مو هسه بالفصول المتقدمة جدا. يعني هذا هو الفون. خاف يجيك. نجي على الألفون. الألفون لا مهم، ركز لي علي كلش مهم هذا التعريف. عندنا فد شيء يسمونه الألفون وهذا هذا دير بالك علي يجي تعريف أيضا. يقول لك الألفون different realization of the same phoneme، هو النطق المختلف لنفس الصوت، هو إدراك أو هو نطق مختلف لنفس الصوت. يعني أنا عندي صوت إلى أكثر من نطق، هو صوت واحد إلى أكثر من نطق يسمونه ألفون. خاف يجيك فرق ما بين الألفون والفونيم. الفونيم قلنا هو أي صوت يعني، وباللغة الإنجليزية عندنا 44 فونيم. أما الألفون فهو النطق المختلف لنفس الصوت، وهذا الشيء حتى موجود عندنا باللغة العربية. يعني حتى هو الألفون باللغة الإنجليزية إحنا عندنا الال مرات نقول عليه فيل ومرات نقول عليه مرة سامعي الهنود يقول لك فيل فيلينج فيلينج اي ويل، ما يقولون اي ويل اي ويل، ما يقولون اي ويل اي ويل، يقولون لا لا اي ويل، هي لا هي تقول هي لا هم يسمونها لا اي ويل. فهذا لما احنا نفس الصوت نفس الصوت عندنا بالضبط بس نغير النطق مالته هذا نسميه الألفون. وهذا الشيء موجود حتى عندنا باللغة العربية، مثلا عندنا اللام الثقيلة واللام الخفيفة، واعتقد عندنا الراء راء اثنين وهو عندنا انواع الحروف. يعني مرات عندنا حرف صغير حرف ثقيل وحرف خفيف يعني باللغة العربية ايضا. فهذا هو اللي نسميه احنا باللغة الانجليزية الألفون. طيب هنا اكو سؤال مهم يعني ممكن يجيك، اكو سؤال هنا مهم ممكن يجيك يقول لك هل الفونيم، سؤالي انا اسأل لكم is the phoneme meaningful؟ Who can answer me this question؟ من يقدر يجاوبني هذا السؤال؟ هل الفونيم meaningful؟ شفت التعليقات حلوة، نعم صحيح كو تعليقات مجاوبين صح. الفونيم الفونيم قلنا it is meaningful. Why؟ ليش؟ because when we change one of the phoneme we will find another meaning، سنجد معنى آخر. إذن الفونيم هو meaningful. طيب سؤالي لكم هل الألفون ذا معنى meaningful؟ شو تقولون؟ من يقدر يجاوبني على هذا السؤال؟ So أعزانا طلبة، فإذا الألفون is not meaningful، هو ليس ذا معنى. Why؟ Because when we change the ألفون، من نغير الألفون راح نغير الألفون، we will not see or we will not find another meaning، إحنا ما راح نلقى معنى جديد. The ألفون is same، الألفون نفسه. يعني هسه أنا إذا قلت feeling معناها شعور، إذا قلت feeling أيضا شعور، بينما إذا قلت back معناها ظهر، بس إذا قلت bag يعني حق معناها حقيقة حقيبة. فأنا الفونيم أعتبره meaningful، أما الألفون فأعتبره meaningless بلا معنى بلا معنى. هذا هو بالنسبة للألفون والفونيم. طبعا ممكن يجيك سؤال قارن compare أو explain the differences or compare between the phoneme and the allophone. يعني it could be in the exam. So please study these definitions very well. درسوهم بشكل جيد. طلابنا الأعزاء بعض الجامعات أيضا ممكن يسألك سؤال ما هي فروع علم الصوت؟ What are the branch of phonetics؟
طبعا هاي الفروع إلى كذا، او طبعا للطلاب اللي ناويين يتكملون الماجستير هذين كلش مهمات، اقرون يعني نصيحتي لكم تقرون. اما طلاب اللي جاي بس هيك يعني يطلع على الماده، فيعني اقراهن كاطلاع اذا انت مالك خلق تقراهن. طيب ففروع علم الصوت the branch of phonetics يعني it's up to you. I prefer to study them يعني انا افضل انه تدرسهم because they are important in general بشكل عام هم مهمين. ف you have to study them if it is possible. So اول نوع من ال branch of phonetics it is articulatory phonetics وهو نوع الارتكيلاتري فونيتكس، فرع من فروع علم الصوت يسمونه الارتكيلاتري وهو عملية نطق الأصوات. ارتكيلاتري من articulate، articulate معناه ينطق. The study of how speech sounds are produced، دراسة كيف يخرج الصوت، كيفية إنتاج الصوت. The study of how speech sounds are produced، articulatory phonetics. The study of how speech sounds are produced. Acoustic phonetics, the study of the physical properties of speech as sound waves. Acoustic phonetics هو دراسة الخصائص الفيزيائية للكلام مثل موجات الصوت. طبعا هو كموجات صوتية. طبعا الارتكيلاتري هو عملية خروج الصوت من اللسان من الفم إلى الخارج. الأكوستيك هي عملية نقل الصوت، وهذا فرع أهم إلى كتب وإلى مناهج، هذا إذا تخصص بعلم الصوت بالمستقبل كلها راح تدرسها. الأوديتري the study of the perception هي عملية أو دراسة استلام الصوت sound by the ear من خلال الإذن. إذن خلينا نعيد هنا من البداية. الأرتكيلاتري فونيتكس هي عملية خروج الصوت، الأكوستيك هي عملية انتقال الصوت، الاوديتري هي عملية استماع أو استلام الصوت. اذا خروج articulatory، انتقال acoustic، واستلام auditory. ثلاث فروع من فروع علم الصوت لازم تدرسهم بشكل جيد جدا. طيب خلينا ننتقل الى طبعا احنا لازلنا بالفصل الاول، وناخذ اليوم موضوع يسمونه الاكسنت وايضا الدايلكت. طبعا الاكسنت هي اللكنة، ومعناها باللغة الإنجليزية refers to the variety of language. ركز لي على النطق variety. Variety refers to the variety of a language، تنوع اللغة. Differing ويختلف from standard in pronunciation، ويختلف من اللهجة الأم أو من اللغة الأم بعملية النطق. إذن الأكسنت refers to the variety of language differing from standard in pronunciation. هذا هو الأكسنت. شنو يعني أكسنت؟ يعني هو الاختلاف باللغة الإنجليزية من لهجة إلى لهجة. يعني أنا عندي اللهجة البريطانية يقولون ووتر، بينما اللهجة الأمريكية يقولون water water. هذا يسمونه الأكسنت، هذا يسمونه الأكسنت. وموجود عندنا مثلا حتى باللغة العربية، مثلا عندنا يعني اكو ناس تقول هنا، اكو ناس تقول هين، اكو ناس تقول هون، اكو ناس تقول هنا. احنا بالوسط، انا من بابل يقولون احنا نقول هنا هنا، اكو ناس تقول هون، اكو ناس تقول هنا. نفس الكلمه بس اختلف النطق. هذا الاختلاف بالنطق نسميه الاكسنت، الاختلاف بالنطق نسميه الاكسنت، الاختلاف بالنطق نسميه الاكسنت. طيب وايكم أمثلة علي، ننتقل إلى الدايلكت. الدايلكت اللي هي اللهجة، واللي هي refers to the variety of language، هو يشير إلى تنوع اللغة. usually differs from other variation in pronunciation, grammar, vocabulary from standard language. إذن يختلف طبعا. الدايلكت هو الاختلاف باللغة من خلال النطق ومن خلال القواعد ومن خلال المفردات. يعني يستخدمون غير مفردة نهائيا. مثلا عندنا اللهجة البريطانية واللهجة الأمريكية، مثلا عندك flat و apartment. flat و apartment اثنيناتهم شقة، بس اللهجة الأمريكية واللهجة البريطانية. هذا الاختلاف بكلمات مو بالنطق، كلمة كاملة تختلف، يسمونها
دايلكت. مثلا عندنا مثلا هواية كلمات عندنا لهجة بريطانية عن لهجة أمريكية، بالإضافة إلى حتى يعني لهجات كثيرة يعني، أو يعني كثير أكو اختلاف يعني بالمفردات يعني. أيضا أكو ناس تسمي يعني موفي وفيلم، هذا الاختلاف بالمفردات وأيضا بالقواعد. مثلا عندك اللهجة البريطانية يكتبون بالبداية يوم وشهر وسنة، بينما اللهجة الأمريكية يكتبون شهر يوم سنة. هذا يسمونه الدايلكت، هذا هو يسمونه الدايلكت. يعني الاختلاف مو بس بالناطق، اختلاف حتى بالكلمات. وهذا الشيء موجود عندنا حتى باللغة العربية، عندنا بعض الدول تستخدم مفردات أخرى ليس نفس المفردات اللي إحنا نستخدمها. فمثلا حتى عندنا بالعراق اكو ناس تقول عجل، اكو ناس تقول تشا، اكو ناس تقول لعد، احنا نقول لعد، اكو ناس تقول تشا، اكو ناس تقول عجل. فاستخدام مفردات مختلفة نسميها باللغة الانجليزية دايلكت. طيب نجي هسه الى تعريف اخر، وهو يسمونه البي بي سي، او يسمونه الريزيفت برونونسيشن، او مرات يسمونه الار بي. هذا هو كله نفس التعريف، is the standard accent of English language which mainly used by educated people and also recommended يعني معناها موصى بها for foreigners to learn and use. هاي الكلمة foreigners يعني أجانب، to learn and use. إذن ال BBC pronunciation أو ال received pronunciation أو ال RP كلهن نفس الشيء، هي اللهجة البريطانية، اللهجة المعتمدة بتدريس أو بالتدريس بأي دولة بالعالم. هاي اللهجة خلينا نقول عليها اللهجة الرسمية يعني اللي موجودة بالكتب يعني. بس مو معناها اللهجة الأمريكية غلط، لا ماكو شيء، ولا معناها الكندية غلط، ولا معناها الأسترالية غلط، لا مو غلط صحيح. بس كشيء رسمي، كشيء رسمي يستخدمون لهجة البي بي سي. يعني هذا شيء يعني ما، وانتو تعرفون اللهجة تختلف من شخص لشخص، من امرأة الى رجل. يعني الذكر لهجة الانثى تختلف عن لهجة الرجل، يعني حتى باستخدام المفردات، حتى بانتقاء المفردات. يعني الدكتور مو نفس الشخص العادي اللي يشتغل عماله مسكين ما عنده مفردات بسيطة جدا، مو مثل مفردات الدكتور. فاللهجة تختلف من شخص لشخص، فهذا هو الاختلاف. يعني عندنا أيضا تعريف البي بي سي مهم جدا وهو يجي بالامتحان. عندنا آخر شيء فتشي يسمونه الاي بي اي، وهو اختصار لكلمة انترناشنال فوناتيك الفابت، الأبجدية الصوتية الدولية. اي بي اي يعني اختصار لكلمة I International P Phonetic A Alphabet. A system of symbols for showing how sounds are produced. يعني هو نظام للرموز لإظهار كيف يتم خروج الصوت، وهو الرسم الصوتي يعني نفسه الرسم الصوتي. هذا هو ما موجود بالنسبة لكل الفصل الأول. باكر إن شاء الله عندكم امتحان بالفصل الأول.